خليني احكي لك حكايه صغيره. في سنه 1887 كان في عالم بيعاني من مشكله في المدينه بتاعته. المشكله هي كانت ان سحب الطاقه بتاع محولات الكهرباء كان عالي جدا، وكان بيؤدي انها بتنفجر بسبب ارتفاع درجات الحراره، وبيحتاجوا يغيروها كل شويه. والحاجات دي طبعا كانت مكلفه زمان زي كروت الشاشه دلوقتي، ان لم تكن اكتر، ده لو لقيتها. والعالم ده حب يطلع بفكره بره الصندوق تكاد تكون مجنونه وقتها، كانت عباره عن انه يستخدم الميه في تبريد محولات الكهرباء عن طريق غمرها كلها في حوض كبير، وكانت اول محاوله في التاريخ لتبريد بالميه لحاجات بتمشي فيها كهرباء بطريقه مباشره، وده ما يطلق عليه النهارده بالكولينج باي اميرجن، او يعني التبريد عن طريق الغمر او الغطس، اللي لسه بتطبق لحد النهارده بالمناسبه، مع طبعا انهم حسنوها وبقى فيها مراوح عشان تبرد المايه اللي جوه. وخلينا متفقين من هنا ورايح لحد بقيه الحلقه انها مش بالتحديد ميه، والا ما كانوش عاشوا عشان يعونوا القصه دي، لان ده يعتبر مسكونسبشن اننا بنقول على السائل اللي جوه ميه، وهو كيميائيا مش ميه. وعشان ابقى دقيق اكتر معاك، استخدموا سوائل عازله، او بالاحرى سوائل تكون معدومه الملوحه. لو تفتكر زمان في المدرسة كانوا بيقولوا لنا ان الاملاح او المعادن هي اللي بتوصل الكهرباء في المية، فهي يا مية متقطرة متعالجة ضد البكتيريا والاملاح يا زيت تبريد. ولك ان تتخيل ان انت النهاردة مش عارف تبرد جهازك والصيف داخل علينا، وان عالم سلاش مهندس مجنون من 200 سنة برد محولات الكهرباء بسائل مائي، والثيرمال ثروتلينج هيعمل من الاوضة عندك فرن عيش والصيف داخل علينا. بالمناسبة انا يوسف سعد من عرب هاردوير. سنة 1966 مهندس في شركة IBM عمل نفس الفكرة اللي العالم المجنون دي عملها قبله، بس كان عاوز يخليها بشكل اصغر وافضل للمستخدم العادي، لكن لا تاتي رياح بما تشتهي السفن. مديرين التطوير ساعتها رفضوا الفكره، وصف على التسويق احسن واديوكيت الناس، عشان زمان اول ما البي سي ظهرت بالمناسبه يعني كانت غاليه جدا، وعلم الناس عن ما هو الكمبيوتر وايه الابلكيشنز بتاعته. الفكره موجوده من زمان. هنري فورد صاحب شركه فورد اللي كان سبب في انتشار العربيات لعامه الشعب مطبق الفكره في تبريد المواتير بتاعت عربياته من 60 سنه فاتوا. احنا ليه ما ناخدش الفكره دي ونطبقها؟ للاسف اتركنت الفكره والتطوير على رف ولموا تراب، والصيف للاسف دخل علينا. بس استنى، شركه دنماركيه قررت تشيل التراب ده وتطبق فكره عم فورد. سنه 79 طبقت نفس الفكره في رادياتير العربيات بس على السي بي يوز، وكانت حاجه كده يعني خيال علمي في عالم الهاردوير. فكره تبريد العربيه هي احنا كلنا عارفينها، بس تفرق كتير عن الليكويد كولرز. خليني بس كده افكرك بيها سريعا. الجزء الاول السائل اللي جوه هو عامل التبادل الحراري اللي بينقل الحراره من مكان لمكان. الجزء الثاني عامل التبريد المسؤول عن تبريد السائل اللي جوه، واللي في الحاله دي المروحه والرادياتير نفسه، واخيرا المضخه اللي بتحرك السائل جوه الدوره المغلقه دي، ولازم طبعا تكون مغلقه. هتقولي اشمعنى؟ عشان السوائل خصائصها بتتغير داخل الضغط، هتتبخر ازاي وهي محكمه الغلق وما فيهاش نسبه فراغ جوه؟ لا ده بالعكس، هترجع تتكثف تاني وترجع تاني جوه الدوره لو اتبخرت، وهو ده اسنس دوره التبريد المغلقه، بيئه محكمه التبريد والتحكم. ايستك الشركه الدنماركيه طبقت نفس الفكره بالظبط لوحدات المعالجات السيرفرات للشركات في الاول، بعد كده قدمت لنا نسخ مصغره ومحسنه بتكلفه اقل للهوم بي سي يوزرز، بس ده بعدين يعني. وعملت ما يسمى بالاي اي او او اول ان وان ليكويد كولينج، اي كل شيء في ان واحد. خلينا نقول عليها دوره سائل تبريد مغلقه بتعيد نفسها بنفسها في سايكل لا متناهيه الانتهاء. مروحه تهوي، سائل يبرد، مضخه تنقل، بابا يدفع، في ايه يحرق كده يعني. اهو هو ده كونسبت التبريد المائي، بعيدا طبعا عن ان في ايه يحرق وان اي ووتر كولر هيبقى تمام. وللاسف هضطر اوقفك هنا واقول لك ان صوابعك مش زي بعضها استاذي الفاضل، مش اي ليكويد كولر والسلام. وبما ان الصيف دخل، ولو عندك معالج من رايزن او انتل على الستوك كولر زي ده، فجبنا لك ليكويد كولر من MSI، الام بي جي كور ليكويد، الكي 360، الجيل السابع من مضخات ايستك. بيجي بثلاث مراوح 120 ملي، بالتالي الاسم 360. كل مروحه فيها ادريسبل ار جي بي طبعا، وكلهم بيسنكوا سوا مع البلوك. الار جي بي باللون الموف والازرق، الفينجر برنت بتاعت ام اس اي. المروحه هي التوركس 4 من ام اس اي اللي فيها 8 شفرات، كل اثنين لازقين في بعض، وده عشان تحافظ على ستاتيك بريشر لهواء ونويز اقل طبعا. اطراف جسم المراوح فيها مطاط من بره عشان تقلل من الاهتزازات وقت اللف. الكولر فيه ثلاث مودات للمراوح، وهي اللو لودنج واللي هي مروحه واحده شغاله والباقي واقف. تاني مود هو الميد لودنج، المروحه اللي شغاله سرعتها بتزيد حبتين والاثنين التانيين بيلفوا بسرعات متفاوته. وطبعا الهيفي لودنج محرك طياره مود اكتيفيتد، والمروحه اللي فوق البلوك شغاله في كل المودز ومش بتقف، بسرعات مختلفه على حسب الضغط، وهتكلم عليها بالتفصيل بعدين. التيوبس او الخراطيم معموله من ثلاث طبقات من الالياف البلاستيك المقوى، وضيف عليهم شبكه نايلون مدعمه من بره مغلقه كويس جدا عشان السائل اللي جوه ما يتبخرش او يسرب لبره، او حتى يتسرب له هواء لجوه، عشان دي تبقى مصيبه سيدي الفاضل. جهازي اللي دافع فيه 30,000 جنيه
يفرقع مني. بيدعم بعض السوكتس القديمه من انتل واي ام دي، وطبعا بلا منازع الفلاج شيب بتاع اي ام دي الحالي الاي ام 4. وانتل والله ما فيش فرق في المقاسات سيدي الفاضل، السوكت من بره ولا فاكر حتى ارقامه. نيجي نتكلم عن المواصفات والشكل بالتفصيل بقى. مكان البامب في الكولر ده في البلوك، في بعض البامبس في الووتر كولرز بتبقى موجوده في الرادياتير، مش مشكلتنا. في شاشه ال سي دي على البلوك عشان تعرف تشوف منها درجات الحراره او الاوفر كلوكينج، او حتى ممكن تحط عليها الساعه او اي صوره انت عايزها، او ان شاء الله حتى جي اي اف من اختيارك. كل ده تعرف تتحكم بيه من السوفت وير بتاع ام اس اي اللي بتقدمه لك مع الكولر ده. تقدر تتحكم في درجات اللون بتاعه الار جي بي زي ما انت عايز، وتحط مودات مختلفه او تخليها تسنك مع الميوزك او اللعبه اللي انت عايزه. البلوك زي ما انت شايف كبير حبتين، ارتفاع والعرض ما شاء الله، بس هيركب في كل البورد عادي جدا. نصيحه على الماشي كده، في كل الووتر كولرز بيبقى فيه نسبه هواء صغيره مع مرور الوقت، يعني بنتكلم في رينج من 5 سنين او اكتر، الهواء اللي جوه بيبتدي بيزيد واحده واحده بنسب قليله. هتقول لي فين المشكله؟ هقول لك ان المشكله هنا لو الهواء وصل للمضخه كفاءتها وادائها وتبريدها هيقل، لان الهواء شبه عازل حراري، ومش بعيد لا قدر الله بسبب الهواء تبوظ المضخه. طيب نأفويد المشكله دي ازاي؟ انا دلوقتي معايا الووتر كولر اهو الاي اي او كله تمام. اهم حاجه وانت بتركبه دايما دايما دايما، وحطها حلقه في ودنك ارجوك، ان الرادياتير ده يبقى اعلى من البامب، سواء بقى الاورينتيشن الخراطيم جايه كده او جايه كده او جايه كده. اهم حاجه ان دايما الرادياتير يبقى في الارتفاع ده. مش هتفرق برضو الخراطيم من الرادياتير جايه من تحت او فوق، هتبقى على حسب الكيسه. لو حطيته فوق هيبقى طبعا احسن حاجه، لان اكيد الهواء هيتوزع كله افقيا على الرادياتير. الكواليتي بيلد بتاعت الليكويد كولر ككل ممتازه جدا، معمول باحكام طبعا عشان التسريب، خامات كويسه جدا من الالومنيوم عشان سرعه في التبريد والهيت ديسيبيشن طبعا، ومتانه في تحمل الضغط المستمر بتاع المايه اللي جوه، مرشوش بكوت اسود من بره. الباده اللي بتلمس السي بي يو كلها طبعا من النحاس لافضل واحسن تبادل حراري. البلوك فيه مروحه صغيره عشان تهوي على الشاشه ال سي دي والفي ار ام والام دوت 2، بتبرد على كل اللي حواليها ما شاء الله امير والله المضخه دي. ميكانيزم التركيب سهل ومش معقد بالنسبه لاي ام دي طبعا. بيبقى فيه باك بليت باربع مسامير جاي مع بورد اي ام دي اللي هو ده. هتفك الاربع مسامير عادي جدا، وهتجيب البراكت بتاع الووتر كولر وهتركبه في البلوك عادي جدا، وبعدين تربط عليه بالمسامير اللي جايه معاه. ده بالنسبه لاي ام دي. طبعا ما تنساش تربط كروس وما تربطش للاخر، وطبعا ما تنساش تحط الثيرمال بيست، ويا ريت ما تحطش كتير، بس احنا في حالتنا في الكولر ده اوريدي بري ابلاي. اما بقى بالنسبه لانتل، الطبيعي بتاعهم براكت بيركب في الظهر، بيتثبت باربع مسامير من قدام عشان تقفل على البراكت اللي انت ركبته في الظهر، تركب البراكت اللي على شكل السوكت اللي هو مش فارق هو، وتقفل عليه بالاربع مسامير. مش فاهم انا ايه كل ده يا انتل، هي ليه كل حاجه ريليتد لانتل بقت اوت ديتد؟ ما علينا. بعد ما تركب البلوك بيبقى فيه كفر صغير بلاستيك لشاشه ال سي دي بماجنت، ما تنساش تركبه عشان ده احسن حاجه لتوجيه الهواء للحاجات اللي حواليه. احنا طبعا حطينا الكولر في تستات عشان نعرف درجات الحراره بتاعته، وارقامه الصراحه كانت كويسه جدا، وخصوصا مع سي بي يو تقيل حبتين زي ال 5950 اكس. محتاجك بس لو ستريت جيبه في كيسه واسعه بمراوح كافيه لشفط الهواء السخن من جوه عشان دوره تبريد الهواء. دلوقتي هسيبكم مع البنش ماركس، خلي بالك ان كل الاختبارات بتاعتنا تمت عند درجه حراره 24. طيب بعد ما انت شفت نتائج الاختبارات، هيجي واحد منكم يقول لي لو حطينا الووتر كولر فوق وحصل ان جه فيوم الميه سربت هتقع على الكارت. هي في الواقع ما حصلتش قبل كده غير اتليست في الكاستم ليكويد كولرز، وما حصلتش معايا انا على الاقل، والحوادث دي بتبقى قليله جدا، شبه نادره في الواقع وممكن نقول منعدمه، بس مش مستحيله انها تحصل. حصلت مره زمان لحد منكم يفتكر في باتش كامل في براند جه وكان في مشكله واتسحب من السوق في ساعتها. كمان استاذي الفاضل الميه لو سربت جوه الكيسه سواء فوق او قدام او يمين او شمال مش هتفرق ليك، سنس ان
فيه ليك، كده كده البي سي هيفقع منك. بهزر بهزر، مفيش حاجه من دي هتحصل اكيد، لان اصلا السائل اللي جوه مش كوندكتيف. نيجي بقى للسعر. بعد مصاريف الجمارك والشحن والتخليص الجمركي والبيروقراطيه البحته ومصاريف الشحن والربح بتاع التوكيل والهامش الربح بتاع المحلات والحلاوه بتاعت ارمط، يبقى سعره بالمصري بعد تحويله الدولار 4530 جنيه. للاسف لسه ما توفرش في مصر بكثره، ولو نزل هيوصل سعره اعتقد لحد 5000 جنيه في المحلات، ده بالميت اصلا. صدقني سعر زي ده ناس كتير هتعترض عليه، ليه اشتري ليكويد كولر بالسعر ده؟ ليه؟ هقول لك ليه. بيقدم لك حاجات كتير مميزه عن اي ليكويد كولر تاني، ده يعتبر اعلى حاجه من MSI ممكن تقدمها لك من كماليات وتبريد وما الى اخره، والحاجات دي اللي هي التبريد المثالي، هدوء المراوح، شكل كويس ولطيف، الاي ار جي بي ممكن تعمله سينك مع الكنترولر الكيسه او على البورده اللي يريحك، وشاشه صغيره تعرف تتحكم في الكونفيجريشنز بتاعتها وتختار لها اللي انت عاوز تبينه عليها. كولر زي ده هيبقى تحفه فنيه وينفع جدا مع السي بي يوز الجديده بتاعه الحاجه ليسا سو. ويا سلام بقى لو ايه فول MSI بيلد، تبقى حاجة تحفة الصراحة. فيفضل تجيب لمعالجات الجيل الجديد من AMD ووتر كولر يليق بها يا باشا طبعا، وما تسترخصش وتجيب تبريد هوائي او حتى الستوك كولر بتاع AMD اللي انا لسه موريهولك من شوية. هتيجي على CPU هيجي عليك، ويا صباح الثيرمال ثروتلينج والمعالج ما بقاش قادر يعالج، انت متخيل يا مان؟ ومش هتكون تجربة لطيفة للأوضة عندك ولا للCPU بتاعك على المدى البعيد على الأقل. يا ترى انت رأيها ايه في الموضوع ده؟ هتحتاج ليكويد كولر ولا هتكمل بالمراحة الستوك بتاعها؟ MSI جابت لك الحل بدون أي مبالغات أو أفوار في الذوق العام. قول لي أنت مستخدم هتشتري كولر ايه للمعالج الجاي بتاعك، وهل حصل معاك او حد تعرفه ان الووتر كولر بتاعه سرب منه ميه قبل كده سواء في التركيب او بعد كده؟ تفضل الووتر كولر ولا الاير كولينج المصروف عليه او الرخيص، ولا مين اهم بالنسبه لك؟ قول لنا تحت في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعنا على السوشيال ميديا من انستغرام وفيسبوك، وفي عندنا قناتين تانيين، ارتك للمهتمين بالتكنولوجي وار جيمز للمهتمين بالالعاب، اعمل لهم سبسكرايب برده وخد لك لفه هناك. كان معكم يوسف سعد من عرب هاردوير، اشوفك الحلقه اللي جايه، سلام.